بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال درسي قطبات كان وحاسكو ساب سيهي اسكو ديار قروة بشهر رمضان أول اسكو ديار يو شهر رمضان فضله الله على سائر السنة بشه رمضان إلهي وكسر يسيي وانا كفضل يلي بلها كلا بنزول القرآن الكريم فيه بشي أو قرآن كسود جي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول كان الوسود جي. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سيدو كلا بشان إلهي ميزة قار أسو يالي ميزة دا سو بأن أمر بصيام نهاره إن مالنتي ولا صومو أسلو أمري. فقال فمن شهد منكم الشهر فليصومه أفك بشا مقلو أخبار تبشا إن التي رمضان كان سو قارو هصومو. والصوم من العبادات التي لها أثر عظيم في حياة الفرد والمجتمع. صوم كان عبادوين كواوين وراد وين او دخل قال كو ريبتو نولوشا قفكا يا مجتمع با واي قفكا وحو كبرنا صبر ادكيسي دلقات مشاعر تي سنه وي قبو وي ساوي جلعيسا الهين اد اي او خيرنانا قفكا سومو واي سونكا وحو يهي خضوع وطاعه وحرمان من ملذات الحياه يعني نفته او لغا ريبو وحيالها معانسته او ددنسته او در الله لوغا ريبو اي قفك مالنتي دن وحي اسجعلاي او شهوديس اه او اسكفوغيو احتسابا لله او الهي اكتيس او امرك كغيمي درتيد او دافو تاسن وحي دليل او تهي قفك او سونكيس او اد او ادكيستو سوغو ان نفتيس اي شيطانك اي هوراع اسكاد كاذي. ورمضان هو شهر المغفرة والعتق من النار. رمضان وبشي نار تلي سيحريناي أو دم بداف لهلاي وحا مقعيسي فضل نغفلا إيو مقعين رمضان بشكلية أو قرآن كاللغو شاقي أي تهي لبض إي طوان بلوطن مقع عظم الوغسو حسين بش رمضان أي اللغو شاقي هدب وحان سوق آذنين مان تكلية حديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بيي أصحابته يومكي وقدن بيسي وشعبان سير أسوسو قد بيي سلمان الفارسي رضي الله عنه. وحجر سلمان الفارسي رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوبناها نبتقري إن حريز كركيسة هذا وأنه قد بيي في آخر يوم من شعبان ما لنتي شعبان قدن بيسي. فقال أيها الناس حنير دديهو قد أظلكم شهر عظيم مبارك بالوين أو بركيسا أيا فود إذن كسو هايسا شهر فيه ليلة خير من ألف شهر بل أي كد أحجرته هبين أو كن هبين كخير بضن شهر جعل الله صيام نهاره فريضة بل أو إلهي مالنتهدي إن لصوم فرضي كدغي وقيام ليله تطوعا هبين كين قيام الليل أو تطوعا لسمي أو نوال بأوديس إيه من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه قفكي هل شيء أو عمل وناقه أو إلهي درتي سؤيالنه وحي أدنك أنت قف وحفرضي أو سمي أو كلا ومن أدى فريضة قفك فرائدك إلهي نفري أو قذنا ينه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه قف تضبات فرضي أو قذنا يو كلا أي أدغنتا. وشهر الصبر وبشي صبرك والصبر ثوابه الجنة صبرك ثوابك سنة جنة واي. وشهر المواساة بشي الإستاك ليناي لإسقرب قلاي لإسكمعيناي. وشهر يزداد فيه رزق المؤمن فيه وبل أوقفك مؤمنك أرزقي سبضنايو
من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه قف كيل قف صوما أفرسي دم بداف أيوكوه لا أفرسي مذاسي وعتق رغبته من النار إلى حين لقنتي سنار تواك حرينا وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قف كاسي أو قف كأفرسي أجرك هلايو قفكي لا أفرسي أجركي سن وحب إسكما دمايا أجركي إلهي أغري وهلا قف كاسني قالوا يا رسول الله أصحابتي ويديين صوبناها نبتقلي إن أحريس كركيسة هذا ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم قف كستو نغمد إما أبوذو منهيلي كرو وحاسنين صومنكو أفرسيو أو سؤال هاني ويديين فقال صوبناها نبتقلي إن أحريس كركيسة هذا وحوكو جوابي يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذغة لبن أجر كاني أنصو الشيقي إلهي وحوسينا قفكي ننصو من أفرسيو أو كو أفرسيو حبة تمرها أهاتو مسا هل بيو أو لهم لك بضها أهاتو مسا هل عان هل مرء عان لهم بوغسكرها أهاتو وهو شهر أوله رحمة بشهر رمضان أيالك وذا هران تيدا أما تبان كيون أقوه ريسو رحمة دواي رحمة إلهي سوى دقيسا ووسطه مغفرة تبان كلمات دم بدافع لهذا وآخره عتق من النار تبان كأقود بين النار تاليسك حريها الله نغدك ونارتك حريسي من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له قفك أخفي فيه ذاتك أي أذيغان أما أي أشقيان او هوش اسكيا ري سون واي هوش وايدين كيري اسره الهي دبي لا فاودغا واعتقه من النار نارتنا واك حورينا رقنتيس فاستكثروا فيه من اربع خصال افر شيء اتو بتصدا خصلتين ترضون بها ربكم لما شيء اله تكرال جلينيسان رالي دين كغنا قنا وخصلتين لا غناء بكم عنهما لما شيء مكمارنتان فأما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم لما ذا شيء أو إلهي رالي إذن كغن قناية وحواية واتكرالي قري نيسان فشهادة أن لا إله إلا الله شهادة وشهادة نيسان وتستغفرونه وأتستغفار نيسان ودن بلاف إلهي ويديس نيسان وأما الخصلتان اللتان لما ذا شيء أو أذن كان آذن كمار من لا غناء بكم عنهما أو مر والبعض بعنتان فتسألون الله الجنة إلهي جنة أدويد سنيسان أتوغيسان وتعوذون به من النار نارتنا ربي يونغ كري أدهيسان هدب يران تين والدين تين إي والدين تويد بوحين وقصو بربارين مركيسون كالقارو مالهم والبعنام كد عيسانو أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار آمين ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة قفكي نصوما ورابيانه حوت كي وراوا بعد اذن اون كلا قبسما الى جنات كتب وقال اخرجه ابن خزيمه في صحيحه ابن خزيمه احاديث كان يسوغد بي خيبتان ذنب وقال ان صح الخبر حديث صح ناخذ لكن في سند زيد ابن جدعان ضعيف ويا ليري لكن فإن الخبر الذي يورد فيه ينبغي أن نعمل به في فضائل الأعمال لكن وحي وناك لسو شيغايو ولسكو برار الجنايو والله استعمال كراه ولا سيما في شهر رمضان المبارك التي يضاعف فيها الثواب الذي نحن جميعا ودائما وأبدا في أشد الحاجة إليه أجر كاسي وحصوله بهي هيبة إن شاء الله تعالى انت أنقصوا أكيناه اسكو ديار قروه أن اسكو حسوسينينو بشهر رمضان إن أن اسكو ديار قرونو سلف صالحي هوري لح بلوت أي اسكو ديار قرينيين سونك غور مادلها
magaciisii qaabkay u cibaadaysi lahaayeen, haddii soonka ay khatimaanne lix bilood ayay ilaahay tuugaayeen. ilaahayow soonkeena aqbal, ilaahayow soonkeena aqbal, ilaahayow soonkeena aqbal. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا ممن يصومون رمضان، واجعلنا ممن تتقبل منهم صيامهم، واجعلنا ممن تقبل منهم قيامهم، واجعلنا ممن تغفر لهم ذنوبهم، واجعلنا ممن تعتق رقابهم من النار، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.